بعد نحر أضحية العيد تبدأ رحلة المواطنين في البحث عن قصابة أو محلات تقطيع أضاحي العيد، فهذه السنة لن تكون كسابقيها بسبب فيروس كورونا. طلبات كثيرة استقبلها حسين في محله ترجمها إلى مواعيد حتى يتجنب توافد عدد كبير من الزبائن في وقت واحد مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية. عندنا إقبال بزاف، كاين خاصة في اليوم الثاني الناس تبدأ على الوحدة، تجي على الزوج على ثلاثة يبدأوا يحطوا الكباش تاعهم ويكون غاشي، وتكون عندنا شوية ضغط وكذا لا بريسيون من هنايا سي نورمال. وشوية جاتنا شوية صعيبة مع الوباء هدايا، درنا الخيط تاع القيف ودرنا التعقيم وراك تشوف بالبافيت والليغون، جاتنا شوية صعيبة خاطرش كي يكثر الغاشي يكثر الغاشي ماشي مليحة. يتسمى الانسان نسيو كيفاش نستفوهم، انا نقول لهم روحوا للدار اعطيني النيميرو التليفون كي نعيط لك جيب الكبش ديالك نقضحه لك اروح تريكيبيريه عادي باش ما يقعدوليش واقفين هنايا، خاطرش في هذا الوباء اللي رانا عايشين فيه حاجه صعيبه على كل حال، وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. كاين بزاف اللي ما عندهمش خبره وكذايا خاطرش ما يقدروش يقطعوا في الدار، اللي ما عندوش الخبره كيقطع في الدار يخاف يقيس روحو. واش يديروا الناس؟ يجيو لعندنا لهنا نقطعوا لهم، حنايا نقطعوا صح نفصلوا بيدينا هكذايا بالموس وما نجوزوها في الماشينه، في الماشينه عندك جوزها تخرج سوا سوا عادي ويخرج بيان، خير باللي تقطع في الدار خاطرش اللي ما عندوش خبره يفتت العظم اكثر من اللي يقطع. تقطيع أضحية العيد لا يتقنها كل المواطنون، فكانت وجهتهم هذا المحل الذي اعتادوا على زيارته كل سنة. كل عام نجو لعندو، احنا بكري كانوا والدينا يقطعوا بون كنا نشوفوهم ولافوت فينا احنا ما رفدناش، ودوك الحمد لله هنا حسين خونا ماشي من اليوم، احنا كل عام نجو لعندو. إلي بروفيسيونال يقطعوا لك أتا فاصون ماشي أسا فاصون كيما تحب أنت، الحاجة اللي تحب يخليها لك كومبلي يخليها، الحاجة اللي يقطعها و سون اكسبيريونس كيما قال هي اللي تهدر، حاجه بروبر وحاجه مقيه وحاجه براتيك. اما نجي عند خونا محمد نقطع الكبش تاعي بسلام وسورتو بالمناسبه هذه، يعرف يقطع عنده خبره عنده عمال عنده نظافه وما شاء الله، هنا كل عام نجي لعنده كل عيد الاضحى نجي لعنده. ظروف استثنائيه يعيشها الجزائريون بسبب الفيروس القاتل، وجب عليها وضع الاجراءات الوقائيه اللازمه لضمان الخدمه يومي العيد مع الحفاظ على صحة الزبائن.